بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا منتج جديد من براون، هو عبارة عن محضرة طعام بقوة ألف واط، جدا جميلة وأفضل هدية ممكن الواحد يقدمها لبيته. رح نبدأ نتكلم عن تفاصيل الجهاز هذا. تفاصيل الجهاز هذا يحتوي على عندك بول بسعة 3 لتر، تقدر تستخدمه لفرم جميع أنواع الخضار والفواكه باستخدام الشفرة هذه واللحوم أيضا. بالإضافة لذلك أنه عندك راس خاص بالعجينة كريمة راح تكون بالشكل هذا. بالإضافة لذلك أنه عندنا شفرة خاصة بتقطيع البطاطس، هذه مو موجودة في أي جهاز آخر. وعندك هنا واحدة ثنتين ثلاثة أربعة خمس شفرات لتقطيع البشر، الدوائر، شرائح، هذه الأشكال اللي نقدر نعملها زي ما أنتم شايفين. بالإضافة لذلك أنه عندك جاك بسعة لتر ونص للعصير، إذا بغيت تحضر عصير ما في داعي أنك تشتري جهاز آخر، عندك هنا كلها جمعت لك إياها براون في جهاز واحد. وعندنا هنا أيضا عصارة للحمضيات للبرتقال والليمون وإلى آخره. طبعا هذا الجهاز متعدد السرعات، عندك لين 11 سرعة. هذا خاص بالعجين. طبعا براون تكنولوجيا ألمانية وعليها ضمان سنتين، وشكرا لكم جميعا.